الحلقة 38 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في سورة الليل. ما موضوعات سورة الليل؟ 3 موضوعات. الموضوع الأول: يقسم الله بثلاثة أقسام أن الناس يوم القيامة قسمين فقط. 2 صفات الناجين والهالكين. 3 مصير الناجين والهالكين وسبب كل مصير. طيب، الموضوع الأول: يقسم الله بثلاث أقسام أن الناس يوم القيامة قسمين فقط. والليل إذا يغشى، يقسم الله بالليل، إذا يغشى يعني غشى الخليقة بظلامه. والنهار إذا تجلى، يعني والنهار إذا تجلى الظهر ظهر بزوال الليل، تجلى يعني ظهر بزوال الليل. وما خلق الذكر والأنثى، يعني ومن خلق الذكر والأنثى، ما ومن بيستخدموا نفس الاستخدام. طيب، زي ربنا قال وخلقناكم أزواج. طب ليه اختار للقسم الأشياء المتضادة، الليل والنهار والذكر والأنثى؟ لأن المقسم عليه متضاد أيضا. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم. إن عملكم الذي تعمل يوم القيامة مختلف. قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الموضوع الثاني: صفات الناجين والهالكين في الدنيا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ده صفات الناجين. أعطى المال لإعانة المسلمين واجبا أو نفلا. واتقى يعني وتجنب محارم الله فلم يوقع. وصدق بالحسنى يعني تعلم أمور الكتاب والسنة وصدق بها. ومنها التصديق بالخلف، وأن ما أنفقه سوف يعود عليه بالخير. طب إيه جزات اللي أنفق فلوس وبعد عن المحرمات وتعلم أمور دينه وصدق بها وصدق بالجنة، تعلم أمور الجنة وصدق بها والأجر وصدق بها؟ فسنيسره يعني نوفقه لليسرى، يعني طريق الحق والجنة. قال ابن عباس: يعني للخير. قال زيد: يعني للجنة. طب صفات الهالكين: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أما من بخل بالمال في سبيل الله، قال ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى بنفسه وماله عن ربه وعبادته، فلم يبعد عن المعاصي مستغنيا بقوته، ولم يفعل الطاعات مستغنيا بنفسه وماله عن الله تعالى، وكذب بوجود الحسنى، أعرض عن العلم الشرعي فكذب بالجنة، وكذب بالخلف في الدنيا والعمل الصالح وجزاء العمل الصالح. إيه جزاته؟ سنيسره يعني سنوفقه للعسرة، للعسرة طريق الضلال والنار. وما يغني عنه المال الذي بخل به ولم ينفقه في سبيل الله إذا تردى في نار جهنم، أي سقط وهو في جهنم. طيب، الموضوع الثالث: مصير الناجين والهالكين وسبب كل مصير. إن علينا للهدى، أي إن علينا حقا جعلناه علينا فضلا منا نحن الله جل وعلا، أن نبين الحلال والحرام قبل الحساب. وقد فعل سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب والتمكين من الاستدلال والاستبصار. إن علينا للهدى، وقد قام بذلك. وإن لنا للآخرة والأولى، إن لنا للآخرة دي ملكنا، والأولى الدنيا، فلا يضرنا توليكم، ولا يحول بيننا وبين عاص أحد ولا مال. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال: أنتم الفقراء إلى الله. يبقى إن علينا الهدى، احنا عن نوريكم الحلال والحرام.
وإن لنا للآخرة والأولى، والآخرة والأولى دي ملكنا عن حسبكم وملكنا، ولا نحتاج إليكم لأن احنا عندنا غيركم كتير جدا، انتوا مش هتضرونا وانتوا هتتحاسبوا، مش هتضرونا وهتتحاسبوا. فأنذرتكم نارا تلظى، فأحذركم أيها الناس النار التي تتوهج وتلتهب من شدة إيقادها. تلظى يعني تشتد التهابا. لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخل النار إلا الإنسان، ولا يحترق ويشوى فيها إلا الذي شقي في حياته فكذب بما جاء عن ربه وأعرض عنه فلم يؤمن به. وسيجنبها وسيبعد عن هذه النار الذي بلغ الكمال الأتقى في التقوى. التقي مؤمن، الأتقى اللي بينفق في سبيل الله فلوس، الذي من صفته أنه يعطي ماله في الدنيا للمحتاجين وينفقه في سبيل الله لأجل أن يتطهر بإعطاء هذا المال من الذنوب. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما أعطى هؤلاء المحتاجين لأن بينه وبينهم منفعة أعطاه إياهم من أجلها، ولكنه أعطاهم لأجل أن يرضى عنه ربه جل وعلا. ولا سوف يرضى هذا المعطي بما سيخلفه الله عليه في الدنيا والآخرة. مستوى التاني، متى نزلت سورة الليل في مكة بعد سورة الأعلى؟ ما ترتيبها 21؟ ما عدد آياتها؟ 21 آية. عدد كلماتها 71 كلمة. عدد حروفها 310 أحرف، 310 حرف. ما الدليل على أن فسنيسره أي نوفقه؟ إيه الدليل على كده؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم على قال عليه طالب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرتي، ثم قال: ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أم سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طب ليه رجحنا أن الحسنى هي الخلف في الدنيا والجنة لنفقته وعمله الصالح، ولم نرجح قول ابن عباس أنها صدق بلا إله إلا الله؟ أولا أن ده تفسير السلف ورد عن ابن عباس أيضا، بس من طريق عكرمة. ابن عباس التفسير التاني من طريق العوفي، خلاص، ورد عن كتير من مجاهد وعكرمة وكتير جدا من مفسرين، خلاص. طيب تاني حاجة، ترجيح كبار المحققين زي الطبري. الطبري حقق هذه المسألة ووصل وبيقول: وهذا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن الله ذكر قبله منفقا طالبا بنفقات الخلف منها، فكان أولى المعاني به أن يكون الذي عقيبه الخبر عن تصديقه بوعد الله بالخلف إذا كان نفقته على الوجه الذي يرضاه. أربعة، السياق مرتبط بالإنفاق، لذلك ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق أبي بكر الصديق، وما ذكره السلف محتمل في التفسير، وبين أقوالهم تلازم، فمن صدق بلا إله إلا الله هو مصدق بالجنة ومصدق بالخلف. طيب كيف نفهم خبر رواه البخاري ومسلم: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. عن إبراهيم: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم، فوجدهم أيهم يقرأ علي قراءة عبد الله، فقالوا فأشاروا إلى علقمة، فقال: والليل إذا يخشى والذكر والأنثى. وده في البخاري، وهو وفي قراءة تانية: وما خلق الذكر والأنثى. هنقول الاحتمال الأول أن القراءة نسخت ولم يعلم ابن مسعود.
الاحتمال الثاني أن القراءة اختيار للمسلمين، لمن شاء القراءة بها فاختارت الأمة المتواترة. يعني الرسول قراها مرتين واختارت الأمة القراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى. لماذا حصل الأتقى بالمنفق المخلص ترغيبا شديدا في اللحاق به، وبالمال قوام الأعمال ومبنى الدين، وبدون المال هدم لصرح الإسلام؟ لماذا لم تذكر الصديق رغم أن إجماع المفسرين أنه أبو بكر الصديق؟ لأنه لتظل الآية عامة في كل من أنفق في سبيل الله يبتغي وجهه. طب لماذا نزلت في أبي بكر الصديق؟ لأن أبو بكر الصديق كان أكثر الناس نفقة، وأكثر الناس حتى مع الكفار كان منفق. طب كيف التزم الله على نفسه الهدى للخلق مع أن جاءت آيات تدل على إن الله لا يهدي القوم الفاسقين؟ الجواب أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعاما، فالمثبت الهدى العام أن ربنا يهدي الجميع للحق والباطل، والمنفي هداية التوفيق، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. لماذا أقول قول هذا واستغفر الله.